السلام عليكم. الاسم ديالي مهدي، في العمر ديالي 24 سنة، تنعيش في مدينة فاس. بغيت نحكي لكم واحد الحالة ديالي، الله يجازيكم بخير. اقتصم معكم الحالة ديالي، كيفاش وقع ليا، كيفاش الإعاقة ديالي وكيفاش كنعاني. كنت خدام ميكانيسيان ديال الكميونات، كنت تقاسيت بواحد الحديدة في اليد ديالي في 2012. كنت تقاسيت وبحال ما ساش ديك الدم تكبد ليا لداخل في اليد ديالي، وبقات كتبان لي واحد الولسيسة صغيرة. دازت 4 سنين حتى كبرت ديك الولسيسة، ومني حتى جيت للطبيب في 2016، مشيت للطبيب يعني كان فات الفوت. ملي شخص لي الطبيب الحالة ديالي قال لي عندك ورم السرطان، مرض السرطان في اليد ديالك، يعني ورا مرض السرطان تطور عندك، خصنا نبطرو لك اليد ديالك، يعني ما كاينش حل غير نبطرو لك اليد ديالك. يعني فعلا نبطرو اليد ديالي، والحمد لله على كل حال بقيت نتبع معاهم في الطبيب حتى 2019. بنت لي واحد الولسيسة في الطرف ديال اللي مازال ليا، عطوني حصص ديال الشيميو ودرتهم، والحمد لله دابت ديك الولسيسة. مؤخرا في 2020 ملي درت السكانير اكتشف الطبيب بلا المرض انتشر لي في الريه ديالي، عندي جوج ولسيسات في الريه ديالي. ودابا كنتسنى واحد السكانير يخرج ليا باش يدير ليا الطبيب عمليه. دابا اللي كنتمنى من الله ومن المحسنين يعاونوني ويوقفوا معايا، حيت هاد المرض كيطلب بزاف ديال المصاريف، وحنا عائله على قد الحال، وغير الاخت ديالي هي اللي كتعاونني وهي اللي كتعطيني باش نمشي للطبيب، وهي اللي كدير معايا كلشي. لان نهار تخطانا الاخت ديالي ولي سهل عليها الله، صافي راه بحال غنبقى ضايع انايا، راه ما عطاتنيش باش نمشي في الطاكسي، راه ما نقدرش نمشي على رجلي للطبيب، لا ما عطاتنيش فلوس الطاكسي ولا شي حاجه، ولا بعض المره كيكتبوا لي شي سكي، كيعطوني شي سكانيرات اللي بعاد كنبغي نديرهم على برا، ما كنصيب شويه كتسلف وتكلف مع عند الناس وكديرهم ليه. دابا اللي كنتمنى من الله ومن المحسنين يعاونوني ويوقفوا معايا، انا بغيت نتشافى وبغيت نخدم، بغيت ندير مستقبل، يعني في هذه الحاله ما نقدرش بوحدي. نتمنى من الله ومن المحسنين يعاونوني ويوقفوا معايا، الله يجازيهم بخير. انا راه تنعاني في صمت، تنعاني بزاف بزاف يعني. والمرض يعني تقبلت الاعاقه ديالي، فاش لقيت انتشر ليا في الرياضه، دابا كنعاني نفسانيا، ما تنقدرش تقبلت الاعاقه. ولكن فاش لقيت المرض، كتشف الطبيب بالمرض ديالي انتشر لي في الريا، تنعاني بزاف وما تنقدرش ننعس، وتنبقى نفكر وتنبقى نخمم شنو هو المصير ديالي، يعني ما عارف شنو هو المصير. يعني كنخاف نبقى نتعذب، وكنخاف المرض يعني نبقى نتعذب في الدنيا. هذا الشيء اللي كاين، الشيء اللي كنتمنى من الله من المحسنين يعاونوني ويوقفوا معايا، الله يجازيهم بخير. انا مدينه فاس، جيت للتربيضة يعني باش نشوف الناس اللي يصوروا معايا ويديروا معايا زعما شي حل. صحفيين؟ جيت لكازا باش الناس يعاونوني، زعما الناس يعاونوني الصحافه يعني يشدوا بيديا. يعني مازال هنا شي، نقدر نبقى شي سيمانه 5 ايام. هادشي اللي كاين. الرقم ديالي هو 06 64 80 31 95. 06 64 80 31 95. يتصل بي في هذا النمر، الله يرحم الوالدين والله يجازيهم بخير، وكنطلب من الله يتشافى ويشافي جميع المسلمين، وشكرا والله يخلف على المحسنين، والله يرحم اليوم الوالدين. اي واحد بغى يتعاون معايا الله يجازيه بخير، وخايب دعوه الخير. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.